ايه ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ حد النهاردة بعت لي رسالة علشان نزول جامد في الهيربز، وهو مكمل ان شاء الله لحد ما يخف من الموضوع خالص. هي دي الرسالة قدامكم، يعني انتوا اكيد هتقروها، انا مش هقراها، بس عايز بس اديكوا الفيروس نزل من كام لكام. اوكي، احنا عندنا هنا هيربز واحد كان 42.32، نزل 31.37. عندنا هيربز اتنين 16.96، نزل 1.88، يعني فاضله نسبة بسيطة جدا ويبقى نيجاتيف. على فكرة ناس كثيرة بتبعت لي تحاليل بس بتقولي ما تحطهاش على النت، وناس كثيرة بتبعت لي وانا ما بلحقش احطها علشان ظروف شغلي انتوا عارفين. المهم، انا بشكر الشخص ده، ان التحاليل اللي انا بنزلها لكو دي عشان انتوا تتشجعوا، يعني علشان الناس اللي مش مصدقة او الناس اللي بتقول ايه او الناس اللي بتقول ايه، دي علشان الناس اللي ماشية على النظام تتشجع. من 42 ل 31 نسبة مش وحشة، من 16 لواحد نسبة كبيرة جدا. يا ريت الناس اللي مكملة تكمل، يا ريت تعرف ان فعلا اللي بقوله لك هو اللي صح. وهبقى اعمل لكم فيديو تاني اقول لكم التفكير الغلط اللي هو يقول لك انت كلامك صح وكلام الناس التانية هي اللي صح، ولا ايه اللي بيحصل. هبقى اعمل لكم فيديو بعد شوية اوضح لكم في الموضوع ده. يلا باي باي.